هذا وانتشرت في شوارع رئيسة وسط بغداد منذ أيام لافتات مطبوعة كبيرة تحمل صور قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، فيما يبدو إنها ضمن تحضيرات المسيرة المزمع تنظيمها الأحد بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيالهما. وفي إحدى الساحات الشعبية لكرة القدم شهد مجموعة من الشبان وهم يجهزون أعلاما عراقية لتوزيعها بين المشاركين في المسيرة والمراد لها أن تكون حاشدة. على صعيد ذي صلة تعتزم هيئة الحشد الشعبي تنظيم وقفة لتنديد بعملية الاغتيال في موقع العملية في مطار بغداد بعد 7 من مساء اليوم. الاستعداد للمليونية، مليونية السيادة. من جانبه أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي تشكيل لجنة مشتركة بين العراق وإيران مكونة من شخصيات قانونية دولية بشأن اغتيال سليماني والمهندس. رضائي قال في تصريحات صحفية عند ضريح سليماني أن هناك أدلة كثيرة تدين هذا الاغتيال وتقاضي منفذيه في المحافل الدولية، مضيفا أن الانتقام الكبير يتمثل بإخراج الأمريكيين من المنطقة على حد تعبيره.